الجامعة متاعك تطلب منك تثبت لها اللي انت عملت عليهم عن بعد، غير كافي انك توريهم اللي انت قدمت الكوغ، لازم توريهم اللي التلميذ قرأ الكوغ هذاك واستوعب المعلومة وشارك معاك في المحتوى متاعه. في الفيديو هذه باش نشوفوا كيفاش تنجم تعمل. تنجم تحضر كيما التقرير توريه للمؤسسة متاعك، تثبت فيها اللي انت قمت بالتدريس واللي صار تفاعل بينك وبين التلامذة اللي هما شاركوا ووصلت لهم المعلومة. أول حاجة تنجم تستعملها في التقرير متاعك، تمشي على جوجل كلاس روم وتشوف البارتي نوت. احنا هنا في قسم من الأقسام اللي أنا ندرس فيهم، كي ندخل على نوت نجم نلقى الطلبة متاعي اللي هم مشاركين في القسم هذا الكل، على اليسار الليست متاعهم، لهنا النوت جلوبال معناها قديش كل طالب جاب وشنية البورسنتاج متاع الأجوبة متاعه اللي عملهم والعدد اللي خذيه على 100%. ومن بعد نجم نتبع بالطرف بالطرف الأسئلة الكل اللي عملتهم منذ بداية الكوغ مع الطلبة هذوما. تنجم زادة تشوف قديش من تلميذ ما جاوبش على السؤال متاعه، قديش من واحد عم اعطى الغزلتان متاعه متأخر. تنجم تحضر تقرير كامل من الأعداد متاع الطلبة متاعك. تنجم حتى في كل طالب تدخل عليه وتشوف العدد جلوبال متاعه قديش، تبعث له أميل، تحط له فيه ميساج وتبعث له كما نقوله احنا البولتان متاعه، تحط له غزومي دي دوار دو الاليف ينجميرا أببخي شنو ما الأجوبة اللي هو عطاهم وشنو ما العدد اللي خذاهم. إلى حد معلوماتي ما تنجمش تليشارجي الغابور هذية ديريكتمون أبارتير من جوجل كلاسروم، مي تنجم مثلا تعمل كابتور إكران، تنجم تعطي للمتفقد متاعك الكود متاع الكور يدخل على أساس أنسانيان ويشوف بنفسه لنوت اللي تاخذه. هذه الطريقة الأولى باش تنجم تعمل بها التقرير، تثبت فيها اللي أنت قدمت الكور متاعك للتلامذة، اللي أنت تشاركت معاهم وعطيتهم أسئلة واللي هما جاوبوا، وخاصة اللي أنت عملت لهم فيدباك وجاوبتهم على الأسئلة هذوما اللي تناقشتوا فيهم في القسم. ثاني طريقة هي وقت اللي تبدأ أنت في الجوجل ميت، في الحصة الحضورية مع الطلبة متاعك في الجوجل ميت، تنجم تعمل انرجسترمون متاع جزء ولا أجزاء من الغيونيون هذية اللي ظاهر فيها اللي أنت قاعد تتفاعل مع الطلبة متاعك. نجم نمشيو لهنا لي 3 بوين نلقاو انرجستري لا ريونيون. لازم نعرفوا اللي راهو اي واحد مشارك في الريونيون ينجم يسجلها، وانت كي تبدا فما شكون قاعد يسجل في الريونيون تنجم تفيق بيه وتنجم تجيك دوموند نتاع انرجسترمون دو لا ريونيون، ويبدا الفويون هذايا يشعل وتبدا تعرف اللي فما شكون قاعد يسجل. اما راهو الانرجسترمون الفيديو اللي باش تتكون راهي باش تتبعث لك للدرايف نتاعك انت، ماهيش باش تتبعث للدرايف نتاع حتى واحد من لي بارتيسيپون، ما تتبعث كان الانسيانيون. اون فوا سجلت الغيونيون نتاعك تنشوفوا كيفاش نلقاوها في الدرايف ونحلوها ونحطوها كجزء من الغابور نتاعنا اللي نثبتوا فيه اللي احنا قمنا بالحصه الحضوريه هذيك. نجم مش انت تعملها على الحكايه هذيا، تختار مثلا بالقرعه واحد من الطلبه يكون موديراتور نتاع الحصه وهو يتكفل بالحكايه هذيا، ومن بعد ما يوفى الانرجسترمون راهو زيدا الانرجسترمون باش يجيك على الدرايف نتاعك انت. بعد ما تكمل تسجل الميتينغ نتاعك ويوفى الريكوردينغ، تزيد بعض الوقت حسب طول الفيديو هي باش يقعد يعملها تريتمون، ويجيك اميل على البواط جيميل نتاعك كيما هنايا ميت ريكوردينغز، تحلها تلقى الفيديو نتاعك اللي هي موجوده على الدرايف نتاعك وتنجم تشوفها انت، تيليشارجيها على الروجيناتور نتاعك، تبعثها لعبد اخر وتقعد ديما موجوده على الدرايف نتاعك مادام انت ما فسختهاش، وتنجم توريها للانستيتيوشن نتاعك. ثالث طريقة باش تنجم تحطها في الغابور نتاعك باش تثبت اللي انت قمت بالتعليم عن بعد هي تسجيل ليست دو بريزونس العباد اللي حاضرين. شفنا في فيديو قبل اللي فما اون اكستنسيون كروب اسمها التندنس اللي هي الاكستنسيون هذية في شكل تفاحة. نمشيو على جوجل نكتبو التندنس ميت، ندخل على الابليكاسيون في جوجل كروب اللي هي مش ابليكاسيون هي اكستنسيون. هاي الاكستنسيون وقت اللي نسجلوها على جوجل كروم تتسجل parmi les extensions نتاعنا. وقت اللي نسجلوها هوني في جوجل ميت فما حاجه تتبدل، تولي عندنا الكاز هذيه موجوده. كي نحط الكورسور على الكاز يولي عندنا امكانيه باش يبدا عندنا ان تابلو اكسل في جوجل شيتس اللي هو موجود زاده في الدرايف، فيه اسامي العباد اللي دخلوا على الكور نتاعك وقديش حضروا من السيونس نتاعك، معناها وقتاش دخلوا في انا وقت وقتاش خرجوا. الرابور هذايا تلقاه موجود في الدرايف نتاعك في جوجل شيتس. نجم تشوفوا في الفيديو نتاع جوجل ميت في الفيش الفوق التفاصيل الكل نتاع هالليست دو بريزونس هذيا. هكا نكونوا ولا عندنا ثلاثه حاجات نجم نحطوهم في الغابور نتاعنا اللي نجم نوريوه للمؤسسه اللي احنا نخدموا فيها، نوريو فيها اللي احنا قمنا بالكور نتاعنا عن بعد في جوجل كلاس روم،
قمنا بأسئلة وتفاعل وفيدباك مع الطلبة متاعنا في اللي نوت متاعهم، عملنا معهم سيانس بريزنسيال بالانجستخمون تاع السيانس، وزيدا عنا لا ليست دو بريزنس في جوجل شيتس. بطبيعة ليست دو بريزنس هذية نجم تلشارجيها على الاردينتور متاعك في تابلو اكسل وتطبعها كبابيه.